أيام جميلة، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين. ومؤسسة سقيا الماء طبعا بقالها سنين وسنين في بتقدم مشروع الأضاحي في الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي. احنا النسيكة الجميلة، نسيكة الأضحية، نسيكة طيبة جدا، الإنسان لازم يقضوا فيها ويدخل فيها بسهم. أنا عايز المتبرع حتى اللي متعود من جمهور مؤسسة سقيا الماء إنه يصحح نيته ويجدد نيته. في كتير من الناس فعلا مع مؤسسة سقيا الماء بيشاركوا في الأضاحي ويبقى لهم يعني قدم السبق في الإيه؟ في المشاركة. لكن عايزك تفهم إن حضرتك لما بتذبح أضحية مش عايز حضرتك تنقي فيها الحتت اللي انت بتحبها، يعني زي عرق تبيانكو وزي مش عارف ايه وايه وايه، وتسيب للفقير الايه الحاجه اللي مش هماك. الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت لما بتسبح النسيكه دي، بتسبح البهيمه دي، بتسبح فيك كل خلق مش كويس، بتسبح فيك البخل، بتسبح فيك محبه النفس، فبتؤثر الفقير عليك. فانا عايز ان انت تشارك، وانت مع انك تشارك في الأضحية ان انت تصحح النية، ان انت عامل دي لله فتكون لله وتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وما تطلعش عندك الرديء وتجيب لنفسك الايه الكويس عشان تكون نية صالحة لله، لان لن يقبل العمل الا بأمرين: الاخلاص والمتابعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان يكون الانسان في تمام الاخلاص، يكون زاهد في الحاجة دي، يكون متوفي عن الحاجة دي، يكون مصحح النية انها تكون للفقير ده. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. فدايما أنا من خلال برنامجك الكريم يعني ومن هذا المنبر الطيب، حط إيديكم في إيدي مؤسسة سقيا الماء، أسعدوا الفقراء في هذا اليوم، ومن أسعد الناس أسعده رب الناس جل جلاله. عايزين تعليق حضرتك على التقرير، وزي ما قلنا أنه مؤسسة سقيا الماء يعني من أهم مشروعاتها وإنجازاتها في مجال بقى المية بكل أشكالها، من أول الأبار لحد وصلات المية. والملفت يا أستاذة دعاء بعد إذن سعادتك، فريق البحث إزاي بيوصل للأماكن دي؟ بالضبط. فريق البحث بيوصل للأماكن اللي محتاجة دي إزاي؟ أيوه. الناس مش لاقين فعلا المية يشربوها في أماكن. لما حضرتك وحضرتك شرفتينا وروحتي، لا شبكة ولا حياة ولا أي حاجة. فسبحان الله العلي العظيم، دي من الشيء الملفت في مؤسسة سوق الماء، ان بيكون حريص ان يوصل التبرع لناس محتاجة فعلا. بيحط الفلوس في مكانها فعلا. فبيخلص وبيعمل البير وبيصوره للمتبرع. المتبرع ممكن يكتب اسمه او ممكن ما يكتبش اسمه، ويقول يكتب فاعل خير، بيبعت له اللوكيشن بتاع المكان. والاجمل من كده اللي احنا شفناه واحنا بنستلم بير جديد، يكون عندهم ابيار قديمه، يكون في فريق صيانه بيصين واحنا بنستلم الجديد. مش انا عملت بير مشيت، لا انا ما عملتش بير مشيت، انا بصين القديم وبطمن عليه وبشوفه. فحاجه طيبه جدا، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، لانه من افضل العبادات. لان سعد بن عباده لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال له امي ماتت افاتصدق عنها؟ قال نعم. قال فاي الصدقه افضل؟ قال سقي الماء. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.